ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. حدثنا أبو زكاة أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأزبات رواه الجماعة، مقرونا بعلي بن محمد. علي بن محمد هو الطنافسي من الثقات. قال حدثنا وكيع. وكيع من أساطين المحدثين، وكيع التنين، وكيع بن الجراح الرؤاسي من التنين، أو وكيع التنين هم يلقبونه بذلك لأنه كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلسه. وأيضا سعيد بن عبد العزيز من الثقات مقرونا به أيضا، عن سليمان بن موسى عن أبي السيارة المتعي قال قلت يا رسول الله، أبي السيارة رضي الله عنه أرضاه وسليمان حسن الحديث قال قلت يا رسول الله لي نحلا، إن لي نحلا، وإن كان بعض العلماء يضعفه، يعني سليمان يضعفه، وجمهور المحدثين يضعفون هذا الحديث. قال إن لي نحلا، قال أدي العشرة. قلت يا رسول الله أحميها لي، فحماها لي. وهذا الحديث كما قلنا فيه سليمان، والحديث قد نقرأ بعض المحدثين اتفاق المحدثين على ضعف، والحق أن الحديث يعني يرتقي وهناك روايات تقوي. وروى بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. تعلمون أن الشافعي لا يأخذ برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. في أحد ممكن يقول لي لما الشافعي لا يأخذ بها؟ هذا أنا قلته مرارا وتكرارا. الشافعي لا يصحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، والجد على الراجح عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن الشافعي لا يصححها. ما الحل مع من هجر أولاده ويتهرب منهم بعد طلاق أمهم التي استولى عليها كل حقها؟ هل يأثمون إن كرهوا؟ نعم يأثمون إن كرهوا، نعم يبع أباهم أن يحولوا ما في قلوبهم من حقد إلى بر وإحسان وحب. قلت سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي الشافعي لا يأخذ بها. طيب أجيب أنا ولا أنتظر؟ الاختلاف فيما يعود الضمير. خلاص قلنا الجزم على أن الضمير عايد على عبد الله بن عمرو بن العاص. الصحيح في ذلك لأنها صحيفة، هو يضعفها لأنها صحيفة. نعم الشافعي ما كان يأخذ بهذه السلسلة لأنها صحيفة. نعم وقد بينا بأن الوجادة يصح يحتج بها. طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أخذ من العسل العشر، أخذ من العسل العشر. طيب هنا الاختلاف في مسألة العسل. اختلف العلماء في للحديثين، اختلف العلماء طبعا. هذا الحديث أيضا فيه من محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري قرين أحمد قال حدثنا نعيم بن حماد، وهو على الأقل يعني حسن الحديث بعضهم يضعف. قال ابن المبارك، المبارك هذا الرجل المبارك. نعم وكما قلنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، الحديث فيه كلام وكما قلنا رده بعض العلماء للصحيفة، ولكن اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين، المالكية والشافعية قالوا لا زكاة في العسل، قالوا لا زكاة في العسل، والأصل عدم الزكاة. وكما قلنا بأنهم قالوا في مسألة الأطعمة على ما نص فيه أن يكون قوتا كما بينا في العلة في ذلك. وأيضا في الأموال قلنا يشترط في الأموال إيش؟ يشترط في الأموال أن تحتمل المواساة. وذهب أبو حنيفة وأحمد قالوا بوجوب الزكاة في العسل من أجل هذه الرواية. الشافعي قال في الأم لا صدقة في العسل ولا في الخيل إلا أن يتطوع صاحبها، فهذا أمر آخر.
الحق أن ابن المنذر قال لا زكاة في العسل لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، وهذا قياس فيه نظر في هذا الباب. هذه من أدلتهم كما سنسرد الأدلة التي يستدل بها الشافعية والمالكية. نعم، قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خير خبر يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن المنذر كما تعلمون أنه يعظم النصوص جدا، هو صاحب الشافعي وكان من أعظم الناس تعظيما للنصوص، لذلك رفض تخصيص العموم بالقياس أو بالمفهوم لأنه محض اجتهاد، وقال نص النبي لا يخصصه إلا نص النبي، الوحي لا يخصصه إلا الوحي. وفي ذلك نظر طبعا، لأننا نبحث عن مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فنقول فيه الزكاة. والقياس على اللبن مردود، القياس على اللبن مردود، يعني نعجل بالأدلة عند الشافعية والمالكية. الأصل عدم وجوب الزكاة، ولم يثبت الدليل ينقلنا عن الأصل. والأمر الثاني هو أنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، اللبن للشاة أو الإبل لا زكاة فيه، فقال مائع خارج من حيوان فهو عسل خارج من النحل، فقال لا زكاة فيه. يبقى إذن هنا أثر ونظر عندهم الأصل والنظر على أنه لا زكاة في العسل. حاضر، ليت مشرف الموقع يعطي الرقم، رقم عبد الله هنا. نعم. وأما المالكية وأما الحنابلة والأحناف فقد قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي زكاته، فلما قال أدي زكاته أمر وظهر أمر الوجوب، وقال أدي زكاته جعل فيها الزكاة. نصابها سيأتي. نعم. وأحمد يتمسك بعض الروايات التي جاءت في ذلك، وقالوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالزكاة في العسل أيضا. روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. طبعا هذا الحديث أيضا يستدل به المالكية والشافعية، هذا الحديث يستدل به المالكية والشافعية، وفيها رد على الحنابلة الذين قالوا بأن عمر يقول بالوجوب فيه، لأن عمر كتب إليه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله من عشور نحله فاحمله، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. وهذه دلالة واضحة جدا على أن عمر ما كان يرى فيها الزكاة. ويؤول حديث عمرو بن شعيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر تطوعا على سبيل التطوع، ولذلك أجمعوا جميعا على أن من تطوع وتصدق جاز له ذلك، يعني في النحل تصدق بالعشر، تصدق بأقل بأكثر كان له ذلك. وقد استدل أيضا الأحناف والحنابلة برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عشرة أزق زق، في كل عشرة أزق زق، هذا خرجه الترمذي وغيره. وأنا سأتكلم إن شاء الله حديث يعني أكثر المحدثين يضعفون ذلك، لا سيما البخاري لا سيما الترمذي، وأيضا نقل من المتأخرين ابن القيم وغيره تضعيف هذه الأحاديث. وتعلمون ابن القيم كان حنبليا، ومع ذلك الدليل حاكم عليه وضعف كل هذه الحديث، ولذلك بيّن أنه لا زكاة في العسل إلا أن يتطوع صاحبه. والحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب
قال رواه الترمذي من حديث ابن عمر وقال في إسناده ما قال ولا يصح وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ بل اتفقوا على 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 ضعفه وقد خلف وقال النسائي هذا حديث منكر وأبو العلل بعد البخاري هو النسائي أبو العلل حقا بعد النسائي هو بعد البخاري والنسائي النسائي يقدم على مسلم في ذلك هو أتقن من مسلم في هذا الباب وراه البيهقي قال تفرد به صدقة وهو ضعيف وانظر إلى الأحاديث التي تمسكوا بها كما قلنا ماذا قال عنها العلماء قال الترمذي لا يصح عن النبي في هذا الباب كثير شيء وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولذلك قال إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي الحديث في أن العسل أو في العسل العشر حديث ضعيف وفي أنه لا يأخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز قال هؤلاء وأحاديث الوجوب بأسرها معلولة ولذلك قال ابن القيم اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وفي حكمها فقال البخاري وهذا انتهى الموضوع أنا صراحة لا أتجاوز هذا الخط بحال من الأحوال لا سيما وأنني أدين الله بأن العلم في المتقدمين سواء في الحديث أو في الفقه العلم في المتقدمين لأن هؤلاء خلاص قد جاءت التزكية لهم من فوق سبع سماوات وهم أقرب إلى شمس النبوة ففي الفهم هم أدق ففي التقوى هم أتقى ففي الورع هم أورع ففي العبادة هم أعظم ففي القرب من النبي هم أقرب والمجاور له حكم المجاور والبخاري إمام أهل الشأن كما قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح ليس في زكاة العسل شيء يصح هذا ختم به الباب الإمام البخاري في هذا الباب عامة هذه الأحاديث وإن قلنا بأنها عندما يعني أتت من أكثر من طريق تتعاضد لكن الحق أنها يعني في كل الأحاديث التي جاءت لا تخلو من مقال يقوى تارة ويضعف تارة وإن قلنا بأنه قد تتعاضد لترتقي للاحتجاج أن يكون المأخذ فيها أنها على صدقة التطوع بأن صاحبها إن تطوع فله ذلك وليس الأمر على الإلزام ولا على الوجوب فلذلك لا نقول لها نصاب لكن من قال بأن العسل فيه زكاة لابد أن يصل إلى النصاب في هذا الباب طبعا أبو حنيفة على تأصيله العام في الزكاة أبو حنيفة على تأصيله العام في الزكاة على مسألة ما يخرج من الأرض على التعميم قال في قليل العسل وفي كثير زكاة وهذا يبين الضعف لكن كما قلنا بأنه الحنابلة يرون هذا الباب في هذا الباب على كل عشرة أزقة زق في كل عشرة أزقة زق فهذا جعلها نصابا جعل في عشرة أزقة جعلها نصابا فيها زق على الرواية والرواية أيضا كما قلنا ضعيفة لم تصح أما أبو يوسف من الأحناف قال نصابه خمسة أوسق ليه يعدل في زمننا بستمائة كيلو أو في هذا والصحيح الراجح العسل ليس فيه زكاة إن كان في عروض تجارة هذا أمر آخر يا أبا الوليد عروض تجارة باتفاق الفقهاء أنها فيها الزكاة لكن الأصل أن العسل ليس فيه زكاة على قول المالكية والشافعية وهو الراجح الصحيح لم يثبت فيه الدليل وقلنا إن تعاضدت الرواة التي لم تخلو من مقال أوجبت ما أوجبت ولكن حسنت الصدقة دون الزكاة طيب الفوائد المستنبطة طبعا أول قول النبي أدي العشر على الاستحباب لا الوجوب أدي العشر على الاستحباب لا على الوجوب ولذلك قلت يا رسول الله احميها قال لي فحماها لي عمر هو امتداد وعمر أفهم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطاك فحميها وإلا فلا
نعم. وهنا أيضا حكاية الفعل، احنا قلنا الأصل في الفعل أنه لا يدل على الوجوب أصوليا، وإن كان بعض العلماء يرجح الوجوب وهذا ضعيف. جمهور الأصوليين أن الأصل في فعل النبي الاستحباب، أخذ من العسل العشر استحبابا، أخذ من العش من العش من 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 العسل العشر استحبابا كما قلنا. طيب، الفوائد المستنبطة: ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الوجوب. لابد للناقل أن يسلم من المعارضة حتى يصح ترك الأصل له، حتى يصح ترك الأصل له. طبعا هذه تؤخذ يأتي ناقل ينقله، فإن قال قد جاء الناقل بحديث عمرو بن شعيب قلنا لم يسلم من المعارضة. فحتى يكون الناقل ناقلا صحيحا لابد أن يسلم من المعارضة، لابد أن يسلم من المعارضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لو في أسئلة تفضلوا، أتركوا دقيقة للأسئلة حتى ندخل أيضا على سنن الترمذي. أنا بترك الدقائق هذه حتى يعني أكمل أذكاري، وبعد الأذكار يعني يكون الدرس. الإخوة ترسل الأسئلة، أكون أنا قلت الأذكار وبعد ذلك أجيب. نفع الله بكم. الأستاذ كرم يسأل: توضأت وانتظرت صلاة الفجر، نست وفوت وأنا قاعد، قم صلي بدون وضوء. طبعا هذا القول الشافعية، الوضوء لا ينتقد، من كان جالسا ممكنا للمقعدة فوضوء على ما هو عليه. والصحيح في النظر في هذه المسألة النوم ليس ناقضا، النوم ليس ناقضا أصيلا، بل النوم مظنة النقط، النوم مظنة النقط، لكنه ليس ناقضا أصيلا. والحديث صريح، حديث أنس: كانوا ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. أريد أدخل على سنة الترمذي حفظكم ربي. هنا نشوف الأسئلة. محمد يقول: زوجته أردت الطلاق فخرجي خارج الدار، وما زالت أنا أفكر في نية لا يطلق بي من شدة غيظي منها عند التلفظ، فانتوى التهديد بعد التلفظ وعقد النية بعد التلفظ، ثم نزل من البيت وانتوى أنها إذا نزلت فلا تكون طلقا، لا يقع الطلاق علي أن يطعم 10 مساكين. شنا بنتي أولى ثانوي، لكن بيأخروا الصلاة وفي حفظ القرآن عندهم فطور، كيف العمل؟ أولا لابد في الصلاة يعني أن تأتي أنت في وقت الصلاة تقول لهم صليتي ما صليتي، لأن الواجب واجب موسع، فلا صح أن يعني أن نشدد عليهم في الواجب الموسع. لكن
المحافظة على الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال، وأيضا هي تثبت الخير عند المكلف. وبالنسبة للفطور يعني لا تشددوا عليهم عليهن أو لا تشددوا عليهما، كما قلت ثلاث آيات في اليوم تكفي، حفظ ثلاث آيات في اليوم يكفي. هل الجنب التي يأتي الحيض قبل الغسل تغتسل غسل الجنابة أعزك الله؟ ما لها ذلك، والأحق أنها لو أخرت الغسل هل تكتفي بغسل واحد؟ على خلاف من العلماء، الزهري يقول عليها غسلان، وصحيح أن هنا التداخل يأتي، الأدنى يدخل تحت الأعلى وغسل واحد يكفيها. الصحيفة صحيفة لأنه لم يقل حدثنا، لم يأخذ من 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 شيخه مباشرة. أريد تفسير لهذه الرؤيا لقضية فيما يرى النام عدة أشجار شجر الزعرور على سطح بيتنا القديم، وكانت كأنها معلقة في الهواء، كان جد خضراء لكنها كانت بجذور على إيش؟ على شكل عقارب. يا رب يحفظك. هذا حش تأمل، لكن احذروا هناك من يتربص بكم، احذروا هناك من يتربص بكم. كان الله في عونكم. سماحة أقول قلت المشرف يضع الرقم، رقم ابني هنا حتى يتصل عليه. طيب إلى إذا أمر ولي الأمر بأخذ العشر العسر من المكلفين هل يصح وجوبها شرعا؟ إن لم تجب شرعا فلا تجب بأمره، لا تجب بأمره، إن لم تجب شرعا لا تجب بأمره، إلا إذا قال هذا خلاف وأن ولي الأمر يرفع الخلاف والمسألة محتملة في هذا الباب. ممتاز. طيب عندنا المناقب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.